تم وضع لنشاط شبكة إجرامية وطنية تتكون من 4 أشخاص مختصين في التزوير والاستعمال المزور بعد تمديد الاختصاص إلى ولايات مجاورة. هذه العملية النوعية مكنت من حجز مجموعة من الأختام المقلدة والوثائق المزورة بالإضافة إلى رخص السياقة وبطاقة التعريف الوطنية وشهادات ميلاد مزورة، ليتم إنجاز ملف إجراءات جزائية قدمة بموجب رسالة في الذكر أمام النيابة المحلية لدى محكمة قسنطينة.